يوجعني، كلمة بنسمعها كتير قوي الفترة دي من الصغيرين قبل الكبار. أي موقف بيحصل، أي مشكلة نتعرض لها، نبدأ نحس قلبي بيوجعني، نفسي مش عارفة أخده. الجيل اتغير قوي والدنيا اتغيرت قوي عن زمان. زمان لما حد يقول قلبي بيوجعني يبقى مستشفى وطوارئ وعمليات. حكايتنا النهاردة عن بنت اسمها مروة. عايزين نعرف ونشوف ازاي هنرد على مروة عشان بعتت لنا ان قلبها بيوجعها. مروة بتحكي ان هي دخلت الكلية، هي من أسرة بسيطة، من يعني على قدها، مش قد كده في الإمكانيات، بتلبس ممكن مامتها تجيب لها لبس ما يكونش جديد، حاجات كده. دخلت الكلية اتقابلت في نفس اليوم مع صاحبتها إيمان. هي بتحكي بتقول إيمان دي كانت فائقة الجمال، حلوة جدا وأمورة جدا، ستايل كده وبنت ناس وحاجة كده فظيعة. بتقول انا حبيتها قوي عشان هي طيوبه وبتتعامل معايا بطريقه لطيفه، بس في نفس الوقت انا حسيت ان انا غيرانه منها. قعدت بتحكي مروه بتقول ان ايمان كانت تعتبر رفيقه الدرب اللي هي طول الوقت معاها، بيذاكروا مع بعض، بيخرجوا مع بعض، بينزلوا مع بعض، حاجات كده. ايمان كانت وحيده مامتها وباباها. مروه بتحكي بتقول ان انا كنت حاسه دايما ان انا اقل منها، وساعات كتير ايمان كانت بتحس بده وكانت ممكن تساعدني او تقف معايا بطريقه ما تحرجنيش، وده كان بيسبب جوايا مضايقه اكتر، دايما كنت حاسه بالنقص. واللي زود معايا القصه اكتر لما لقيت ان نفس الشخص احنا الاتنين اعجبنا بيه، بس هو للاسف حب ايمان. ساعتها حسيت ان انا اتوترت، وحسيت ان انا اتضايقت، حسيت ان لا بقى شكلك حلو وبنت ناس وغنيه وكمان تاخدي حد اموره حلو وجميل وانا كمان بحبه. والموضوع قفل معايا خالص بقى لما راح لأهلها وحددوا يوم الخطوبة. لقيت نفسي عندي طاقة شريرة رهيبة للانتقام. بصراحة عملت حاجات مش كويسة، أخدت نمرتها وزعتها على كل شباب الجامعة، وبدأت إن أنا أسوق في سمعتها، وكمان ما سكتش، ده أنا رحت كمان لحبيبها وقلت له كلام مش حلو عنها. فضلت كل يوم زن زن زن، والزن أمر من السحر. يوم الخطوبة حبيبها ما جاش. طبعا ايمان وقعت من طولها، وبرضه اللي مستغربه له ان انا مش حاسه ان انا متضايقه، بالعكس انا حاسه ان انا خدت حق من حقوقي حتى لو الناس مش معترفه ان ده حقي. ايمان تعبت، مبقتش بتروح الكليه، وبقت على طول بيجي لها زي نوبات صداع، تشنجات وحاجات كتير، تعرضت على دكاتره كتير، حاله نفسيه. وفي يوم مامتها كلمت مروه، قالت لها مروه الحقيني، ايمان ما بتنطقش، ما بتتكلمش، احنا عشان حاسين بدقات قلبها كنا قلنا ان هي ماتت. طبعا حاله من الفزع، حاله من الرعب الرهيبه لاهل ايمان. مروه نزلت فورا، راحت لها، لقيتها في حاله لا يرثى لها. قالت لها انا حلمي الوحيد في حياتي ان انا كنت اتخطب واتجوز حبيبي ده، انا حاسه ان انا مش عايزه اعيش، انا مش مقبله على اي حاجه، انا، وفقدت الوعي تماما. نقلوها فورا على الطوارئ، وكانت المفاجاه ان هي جالها جلطه دماغيه من الزعل ومن الحزن ومن الاكتئاب ومن الكتمان. ايمان بين الحياه والموت للاسف، حاولوا ينقذوا الموقف بس دخلت لها مروه فقالت لها ايمان انا عايزه اقول لك على حاجه، انا عايزه اعترف لك بحاجه. قالت لها انا مش عايزه اسمع اي حاجه، انا هطلب منك 3 طلبات لان انا هموت، انا حاسه ان انا هموت. ايه الـ3 طلبات؟ اول حاجه لازم تكملي تعليمك يا مروه عشان حد فينا يكون كمل تعليمه. تاني حاجه لما تتجوزي سمي ابنك على اسم حبيبي. وتالت حاجه لازم كل سنه تطلعي صدقه جاريه على روحي. وايمان ماتت. طبعا مروه حصل لها صدمه رهيبه، بدات ان هي تعيط وتصرخ وي وي وي. اتجوزت عشان بس تخلف ولد يكون على اسم حبيب ايمان اللي هو اصلا كان حبيب مروه. مروه بعتلنا بتحكي لنا بتقول لنا انا يائسه بائسه من حياتي، انا حاسه بحاله حزن رهيبه، انا اتعرضت لاكتر من 3 جلطات في رجلي وفي دماغي، اعمل ايه؟ الحزن هيقتلني، الزعل هيموتني، انا دلوقتي بعتلكم علشان تساعدوني، هل انا ممكن ربنا يسامحني؟ اعمل ايه عشان اكفر عن ذنبي؟ مهما عملت ايمان راحت، انا دلوقتي حياتي انتهت، لا عارفه اخد بالي من صحتي، لا عارفه اخد بالي من جوزي، لا عارفه اخد بالي من ولادي،
انا بزورها كل سنه زي ما هي امنتني، انا كملت تعليمي علشان احس ان انا عملت حاجه ترضيها، بس انا الذنب قاتلني. بصي يا مروه، ربنا كريم وبيسامح، وانتي ممكن تستغفري وممكن ان انتي تلجئي لحاجات كتير ان هي تطلعك من الحاله دي. بس انا عايزه اقول لك حاجتين. اولا، انتي شفتي الزعل عمل ايه في مروه، في ايمان؟ شفتي الزعل عمل فيها ايه؟ ماتت. الحزن، الاكتئاب، الدمار الشامل النفسي، ما هي ما عندهاش حاجه عضويه، ماتت. فانت دلوقتي مسؤول منك زوج واولاد، مش هينفع ان انت تتقوقعي وتدخلي نفسك في الدايره دي. وتاني حاجه بقى عايزه انصحها لك يا مروه، ان انت ابدأي حياه جديده مع نفسك، حياه نظيفه. انت دلوقتي لسه عايشه في الماضي وفي السلسله القديمه، خلاص ربنا غفور رحيم كريم، الجئي له وابدأي مع نفسك صفحة جديدة، هتلاقي نفسك ان انت احسن. وعايزة بقى اقول حاجة، الزعل فعلا ممكن يسبب مصايب، مصايب بمعنى الكلمة. يعني نزعل على قد الموقف، مش كل مشكلة نزعل جامد جدا جدا، وهي ممكن تبقى حاجة ممكن تتحل او وقتية، وفي حاجات ممكن تبقى مصايب بس قدرية. زعلي لازم يكون على قد المشكلة أو المصيبة أو الموقف اللي أنا اتعرضت له، علشان أنا في رحلة أول ما تخلص أنا خلاص خلصت، فعلى قد ما أقدر أستمتع بيها. عشان كده هينورنا بعد الانترو إن شاء الله في خطوات دكتور سامح الإمام. دكتور سامح الإمام استشاري جراحات الأوعية الدموية. عايزين نعرف بقى، هو ممكن أصلا الزعل يسبب جلطة؟ طب ممكن الجلطة تسبب الوفاة؟ طب ممكن الجلطة تتكرر مرة واثنين وثلاثة؟ كل الحاجات دي هنعرفها إن شاء الله بعد الفاصل مع دكتور سامح. وفاصل ونواصل. وهنكمل كلامنا عن الزعل والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل الزعل ممكن يسبب جلطة؟ هل الزعل ممكن يسبب الوفاة؟ كل ده هيرد عليه الدكتور اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، دكتور سامح الإمام، مدرس واستشاري جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية والقدم السكري بجامعة الأزهر ومستشفيات وزارة الصحة. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا فندم، ايه الأخبار؟ ازي حضرتك؟ بحب الفقرة دي عشان فعلا الناس بتستفيد منها جدا. أنا اللي بحب الفقرة دي عشان بسمع الحكايات الجميلة اللي أنت بتقوليها. ايه الأخبار؟ تمام زي الفل. دكتور، هو الزعل ممكن يسبب جلطة؟ انت قلتي يعني الحكايه اللي حكيتيها في اول الحلقه، طبعا الزعل سبب جلطه، ده سبب وفاه كمان للاسف يعني. طيب ازاي ما ازعلش علشان ما وصلش نفسي ان انا اجيلي جلطه؟ بصي، من طبيعه النفس البشريه ازاي ما ازعلش، دي مش هينفع، لازم ازعل ولازم اغضب ولازم اثور وكل حاجه، بس على قد يعني، نزعل واحده واحده يعني، نوصل اللي احنا عايزينه، مش لدرجة ان احنا نأذي نفسنا. زعل انواع، في زعل اوصل بيه المعلومة اللي انا عايز اوصلها للناس واوصل اللي انا عايز اقوله، في زعل تاني هيضرني ويأذيني وهيزعل اعضاء جسمي كلها ويزعل الناس عليا كلها، زي الحكاية اللي انت حكيتيها في الاول. يعني انا اتأثرت جدا بالقصة واتأثرت جدا بالحكاية، بجد دي حقيقة يعني. هي حاجة مؤلمة ان الواحد ممكن يفقد حياته او ممكن يفقد طرف من اطرافه او ممكن يفقد حياة صحية سليمة بسبب الزعل، وفعلا دايما يقول المرض النفسي بيسبب المرض العضوي مش العكس. دي حقيقة في كل حاجة، في البداية وفي النهاية يعني، دايما لما العينين يقولنا، لو تسمعي حضرتك يقولك انا رحت لدكاترة كتير جدا بس ارتحت للدكتور ده نفسيا. دكتور مريح، دكتور مبتسم، دكتور بيدي امل، بيدي طاقه ايجابيه، بينشر طاقه ايجابيه. كتير قوي احنا كمصريين، احنا شعب عاطفي، شعب بنحب الضحك وبنحب التفاؤل وبنحب التسامح. فدي حقيقه يعني، ما نزعلش، نزعل على قد الموقف، نزعل على قد مين ما اللي يكون. معرض للجلطه اكتر يا دكتور، الست ولا الراجل؟ هتزعلي ولا لا؟ بعد الشر عليا. هي بص، هي مش قصه ست وراجل، هي يعني طبعا للاسف يعني الستات بما ان انتوا كائنات حساسه. والله يا دكتور حساسين. دي حقيقه جدا طبعا، عشان كده انتوا معرضين للجلطات اكتر
ولضغوط الحياه اكتر، انتوا بتكتموا في نفسكم قوي يا ياسمين، ما بتخرجوش بره، دايما الست بتبقى كتومه وصبوره وحموله. ما دكتور من يوم ما بتتولد بتبدا ان هي تبقى بتساعد مامتها، تتجوز، تلاقي نفسها مسؤوله عن بيت، فغصب عنها يبقى في ضغط. وطبعا الجلطات انتشرت جدا جدا، وخصوصا للشباب والشابات الفتره دي. كل شويه نسمع عن حادثه حصل لها جلطه في مخها اتوفت، جلطه في رجليها، جلطه في ايديها. بس بقى موضوع جلطات المخ دي او السكته الدماغيه، الحاجات دي بقت منتشره جدا حقيقي. يعني كلمنا عنها يا دكتور، وايه اعراضها؟ يعني ازاي اقول انا داخله على لا قدر الله جلطه دماغيه؟ تمام. يعني احنا زمان قوي كنا نفكر في قصه السن، ان كل ما السن يعني كل ما البني ادم بيتقدم في العمر كل ما فرص الجلطات او اي مرض عموما يظهر. دلوقتي للاسف مع كميه التلوث الموجوده وكميه الاعداد السائله اللي بنعملها والكلام ده كله، الكلام ده بقى فيري كومن عند الصغيرين وعند الكبار. الضغط العالي مهم قوي يا جماعه، ضغطنا ما يقلش، ده قولا واحدا كده. ما يقلش ولا ما يزيدش؟ اوعى ضغطك يعلى، سوري، اوعى ضغطك يعلى. الضغط العالي ده بيعلي نسبة الإصابة بالجلطات بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. طبعا ناهيك عن العادات السائلة كلنا يعني معظم. معلش يا دكتور قول لنا، يعني احنا عايزين دلوقتي معاك اهو ستيب ستيب، أول حاجة إن احنا نظبط الضغط بتاعنا. نشرب مية كتير قوي. شرب المية بيحسن الدورة الدموية، وما تزعليش. بجد ما نزعلش. نزعل على القد زي ما اتفقنا. كمان الدهون الثلاثية والكوليسترول والأكل الصحي والزيت المقلي والكلام ده كله، كل العادات الصحية السليمة اللي المفروض نعملها في حياتنا بتقي من كل الأمراض اللي في الدنيا كلها، أهمها الجلطات الدماغية أو السكتات الدماغية اللي بتحصل نتيجة إن في كوليسترول وجلطات موجودة في شريان الرقبة. بتطلع لما ضغطنا يعلى، الجلطة دي تتحرك من شريان الرقبة تطلع على المخ. يعني الجلطة أصلا بتبدأ في شريان الرقبة وبتطلع على المخ. طبيعي. ضغط عالي في الشريان عمل تكلس في الجدار بتاع الشريان. التكلس ده مع الضغط العالي جزء منه ينفصل يطلع يقفل شرايين في المخ. دي اسمها الجلطة الدماغية أو السكتة الدماغية. يبتدي تأثر على الأعضاء بقى كلها، سواء إيد يمين، رجل يمين، إيد شمال، رجل شمال، وهكذا. يعني أنا دايما بسمع إن في ناس كتير تقول لك أنا صحيت من النوم رجلي معلقة، عندي كرامب مش عارفه في كتفي. طب يجي بقى نبدا، طب احنا يعني طب قولي لنا، انت نمتي زعلانه، انت نمتي متضايقه؟ دلوقتي اول ما نبدا نحس ان احنا الحاجات دي احنا معرضين ليها، يبقى احنا لازم نلجا للدكتور فورا. دي حقيقه. يعني هو مش كرامب قوي برضو، يعني بدرجه ان انت المعدل الباور بتاعك قل، القوه بتاعه الحركه بتاعتي قلت شويه. اشك ظهر شويه بقع كده في ايديا او في رجليا. لون الرجل او لون الايد بقى باهت شويه، اتغير شويه. الاحساس قل شويه. الحاجات دي كلها دي انديكيتورز، مقدمات بالظبط. مقدمات ان انا لازم الجا للطبيب، ان انا لازم على طول اوتوماتيك اتصل بدكتور، اروح للدكتور يكشف عليا، يطمن عليا. طبعا مفيش اي مشكله خالص. طب دكتور دلوقتي بنسمع كتير ان بلاش تبقى قاعد فتره طويله، بلاش تبقى مثلا واقف فتره، يعني حاول ان انت تتحرك، لان في دايما حالات كتير بتتعرض ان هي الشريان بتاعها ممكن ما يتضخش فيه الدم بالطريقه الصحيحه. يعني احنا معانا صوره هنا من عند حضرتك من المركز، قبل وبعد. يعني انا شايفه دلوقتي ان في القبل اللي هو على الشمال ده، الخط مش واصل للاخر، فاحكي لنا كده يا دكتور. بالظبط. دي كانت شابه عندها حوالي 40 سنه، سن صغير جدا طبعا. ان 40 سنه يجي جلطه كده تقفل زي ما احنا شايفين في الصوره اللي هي قبل اللي على يمين الشاشه، الشريان دي صبغه في الشرايين، فجاه الصبغه وقفت في نص الرجل الشمال بتاع العيانه. الكلام ده في خلال 6 ساعات لو ما تدخلناش وسلكنا الشرايين بتفقد الرجل. دكتور بيحصل لها بتر للاسف. 6 ساعات؟ وياما 6 ساعات. لا طب دكتور قول لنا، انا امتى احس ان انا، يعني انا اول ما احس ان انا مش حاسه برجلي مثلا؟ زي ما قلت لحضرتك من شويه، لما الاحساس يقل، لما الحركه تقل، لما الالم يزيد اول درجه ما نتحملهاش. بيبقى في الم طبعا، اهم انديكيتور هو الالم الشديد اللي احنا مش قادرين نتحمله مع ضعف في الحركه وضعف في الاحساس. نجري نكشف، مش هيحصل لنا حاجه. طيب ما شاء الله، هي دي نفس الحاله يا دكتور؟ ده فضل ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا دخلنا الحمد لله ولحقنا وسلكنا والحاله، يعني الكلام ده كان من حوالي 4 سنين او 5 سنين. كويسه جدا الحمد يعني لله. يعني الحاله عشان جات لحضرتك في وقت مناسب قدرت تساعدها. دي حقيقه، دي حقيقه. بس ان احنا نعيد، يعني انا شايفه نعيد بناء وريد كامل ولا ده فين؟ بصي هقول لحضرتك، ده يعني شريان، ده مبدئيا ده شريان. من ضمن الحاجات زي ما دكتور مجدي يعقوب قال من
الحلقه اللي كان في التلفزيون قريب بيتكلم حاجه زي كده. انا سعادتي كلها لا توصف ولا تقدر لما يجي لي عيان مهدد بان جزء من رجليه او ايديه ممكن لا قدر الله يحصل له بتر، ونيجي بعد العمليه بيوم باتنين بتلاته باسبوع تلاقي الجزء ده موجود. احساس ياسمين مهما اوصف لك حلاوته مش هتتخيلي بجد. انا بحمد ربنا ان انا دكتور بجد الحمد لله. تخصص صعب يا دكتور قوي بس حلو، يعني تخصص حلو جدا جدا جدا. ابويا هو اللي قال لي على التخصص ده، قال لي تخصص نادر وقليل وصعب وادخل فيه وهتبقى كويس وهتبقى شاطر، انت طموح وكده، فربنا يسهل ويكون كلامه صح. لا برافو يا دكتور. برافو. طيب نرجع بقى تاني لشريان الرقبه اللي حضرتك قلت ان هو منتشر جدا الفتره دي، اللي هو بيسبب السكته الدماغيه، ده اللي هو الشريان السباتي. صح كده؟ دي حقيقة. ده اكتر حاجه يعني بتخلينا لا قدر الله نوصل بقى للجلطه الكبيره على طول، لان الشريان ده اللي بيتسد. بالظبط. هو يعني هو الشريان ده اللي بيغذي المخ. طب دكتور برضو ببدا احس بالام فيه، يعني امتى برضو احس ان انا يعني لا قدر الله معرض لجلطه؟ يبقى الشر عنك ياسمين. تمام. بصي، هو زي ما قلت من شويه برضو، الجلطه المخيه والجلطه الدماغيه دي بتاثر على جزء، على جنب من الاجناب، يعني يا الايد اليمين والرجل اليمين يا الايد الشمال والرجل الشمال. لو الجلطه في اليمين بتاثر على الشمال، ولو في الشمال بتاثر على اليمين. يحصل ضعف، اهم حاجه يحصل ضعف، يحصل لخبطه في الكلام، لعثمه في الكلام، كلام يقل، الحركات نفسها بتاعت البق تقل، ما يعرفش ينفخ بقه ويقفله كويس. يعني عموما لما اي حد يصحى من النوم الصبح او فجاه يحصل له موقف زعله او ضايقه، ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي انت قلتيها في بدايه الحلقه، الزعل هو اللي بيعمل كده. دكتور معانا صوره، تركيب دعامه بسبب ضيق بالشريان السباتي، ده بقى الشريان السباتي اللي موجود في الرقبه. بالظبط بالظبط. الاصفر اللي معدي فيه السلك المرشد ده، الاصفر ده هو ده الجلط، هو ده تكلس الشريان. لما الضغط بيعلى جزء من دي بينفصل من الحته الصفر دي، بتنفصل وبتطلع على شرايين المخ، بتقفل جزء منها. فتبتدي تضعف وتاثر على الاجزاء اللي المخ بيرسل لها اشارات في الجسم. احنا بندخل بالسلك المرشد ده وبنبتدي نحط الدعامه على طول مره واحده، زي ما حضرتك شفتي كده. الدعامه بتعتمد على الفتح الميكانيكي باور، يعني الدعامه دي ابتدينا نفردها، صورة رقم 2 هنبتدي نحطها، صورة رقم 3 بتتفرد اكتر، في صورة رقم 4 زي ما حضرتك شفتي كده خلت اليومن بتاع الشريان يوسع. ده بديل للجراحه طبعا، وده اسهل واحسن وافضل كتير جدا، مشاكله قليله قوي، مخاطره قليله قوي، وفي عينين كتير جدا بيحتاجوا الكلام ده في مصر كتير جدا. مع يعني انت عارفه بعد سن ال 50 يا ياسمين، دايما انا اقول لهم كده يا جماعه، اي انسان مصري عدى سن 40 سنه ياخد اسبوسيد. ياخد اسبوسيد اللي هو الاسبرين بتاع الاطفال اللي بيتمضغ. الدم اي بني ادم مصري عدى 40 سنه ياخد اسبوسيد فور لايف، مدى الحياه. قد ايه يا دكتور؟ حبايه كل يوم؟ قرص واحد بس بعد الغداء كل يوم، ده بيقي من 40%. مش ده اللي زي الريفو يا دكتور؟ هو الريفو ده. هو الريفو بس يعني الجديد بتاعه بقى. زمان كان عند البقاله، دلوقتي بقى في ده الريفو ده. حتى زمان يعني كانوا بياخدوه، حتى ممكن حد يكون صغير اقل من 40 مجرد يحس بصداع او كده يقول انا ضغط دمي مش مظبوط. انت عارفه احنا عندنا الاسترس عالي والتوتر عالي، هي كل حاجه زمان كانت حلوه بصراحه يا دكتور. حتى لا الريفو. دلوقتي احلى والله، دلوقتي الامور كويسه والدنيا جميله جدا، بالعكس بقى في وعي صحي وبقى في وعي طبي. ما شاء الله زي ما انا شايف قدامي دلوقتي ياسمين. انت بجد انت بتضاهيني في المعلومات الطبيه. ربنا يخليك. انا باجي الحلقه هنا بستفيد منك. ربنا يخليك. وبحب افيد الناس كلها اللي بتتفرج علينا، وبجد يعني انا مبسوط جدا ان انا معاك زي كل مره. ربنا يخليك يا دكتور، اتبسطت جدا مع حضرتك في الفقره دي واستفدت جدا. ان شاء الله هتستفيدوا جدا من الفقره دي، وهتعرفوا فعلا ان الزعل مش هيجيب اي نتيجه. وهنروح بقى مع حاجه مسك كده جميله جدا بعد الفاصل. فاصل ونواصل.
ايه ده ايه ده ايه الجمال ده؟ الله يحفظك. رحنا جينا زي القمر. الله يخليك. اخبارك ايه يا طارق؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام. طارق انت فين من الميديا؟ مش شايفاك. والله انا مقصر فعلا. الدنيا اتقلت في مراحل مختلفه، من اول شريط الكاسيت للفيديو كليبس بس والاغنيه السنجل لدلوقتي بقى الموضوع بقى مختلف خالص، بقينا على الميديا. يعني بقت القنوات اللي هي خاصه بالاغاني الموضوع بقى زي الاول. بقت الناس كلها اهتماماتها السوشيال ميديا والموبايل في الايد وكل حاجه بقت موجوده في الكائن ده دلوقتي. يعني دلوقتي ما بقاش في حد بينزل يشتري سي دي بقى ويبدا يسمع الالبوم؟ اه الموضوع انتهى. قل جدا. بقت الناس كل الناس بقت في ايديها الموبايل، وبقى اسهل من ان انا اروح اشتري شريط كاسيت او سي دي. بقيت اقدر اعمل داونلود لاي اغنيه عجباني، اوديو او فيديو. طارق عبد الحليم من المطربين الشعبيين اللي عاملين بصمه، الحمد يعني لله. ما شاء الله من سنين. الحمد لله. فعلا فعلا المهرجانات الفتره دي اثرت على الفن الشعبي؟ لا مش اثرت على، هو بص هقول لك حاجه، هو لازم يعني نتفق ان في اتجاه بالذات كمان للجيل الصغير اللي لسه طالع ال 12 سنه بقى ومن هنا وانت طالعه، اللي هم يبتدوا يعوا ويسمعوا اغاني بجد. المهرجانات بقت هي دي اللي في ايديهم. ما انا بقول لك بنرجع تاني لموضوع السوشيال ميديا، المهرجانات والاغاني اللي من النوعيه ديت كلها اتجهت لليوتيوبس وللحاجات اللي هي خاصه اللي هي خاصه بالنت. فالشباب كلهم قاعدين على السوشيال ميديا، قاعدين ماسكين موبايلات، بتظهر لهم اغاني جديده ايا كان نوع الاغاني بقى، رديئه يعني، ما هو برضه ما فيش فلتره في المنطقه دي. فمن هنا ركبت المهرجانات، فابتدى الشباب يندمجوا مع هو اللي هو شايفه يعني. فبس هي دي موضوع المهرجانات. اصل دلوقتي عريس وعروسه، تعالوا نكلم حد بتاع مهرجانات. عيد ميلاد، طب تعالوا نكلم ده. حتى احنا عندنا فنانين لا يعني صوت وشكل ومقام وكل حاجه، فانا مش حاسه الفن الشعبي يعني يعني زي الاول. اول كنا لازم طارق حكيم يعني اي حد من اللي هو لا المعروف. انا هقول لك على حاجه، لا هو ما زال لحد دلوقتي برضه ما زال الافراح يعني الحمد لله احنا فيها، الاستاذ حكيم موجود وحماده والليسي وانا وشيبه وكتير اسماء كتير موجودين. بس احنا بنتكلم على نوعيه المهرجانات دخلت على الدي جي برضو. وقليلا ما تلاقي فقرات، احنا بنتكلم في الحفلات. أيوة. موجودين. احنا بنتكلم على النوعيه اللي بتتقدم. يعني والله الواحد مش بيتكلم في 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 ان انا ضد المهرجانات او انا بتكلم في ان النوعيه اللي بتتقدم رديئه بس. لكن انت لو استنقيت كلام، لو ما هو برضو يعني، ودي عجبتني سمعتها من الاستاذ حلمي بكر، قال لك لو نقوا الكلام كويس هنقبل، ما حدش هيسمعه. لا فده كان بالنسبه لي نقص. يعني هم بيعتمدوا على الماده نفسها، ما بيعتمدوش على الصوت. لا ما فيش صوت، الصوت بره الموضوع، الصوت بره الموضوع. في منهم ناس بتغني عشان الواحد ما يكذبش يعني. في منهم ناس بتغني بس هم لجأوا لموضوع المهرجانات ده لانه الاسهل انتشار. اغني كلام خارج 24 ساعه هندخل اوضه الصوت، الكلمات اتكتبت ندخل خلاص. لا وده الموضوع اختلف خالص بقى، حتى الاستوديوهات اختلفت. حتى يعني احنا بنخش استوديوهات يعني ذو اسم وذو سكر ومهندسين صوت معروفين، الموضوع بقى في بيت اي واحد منهم كمبيوتر ومايك ونت، سلام عليكم، وعنده طبعا الواي فاي. باي باي. بقى نجم ومشهور ويكسر الدنيا. والله بقابل منهم ناس يعني انا يعني بعتبره جهلي مننا، ما اعرفهمش. انا ليك بعمل ترند 150 مليون مين حضرتك؟ ايوه مع احترامي ليك يعني، بس هم لاعبين على منطقه الميديا اكتر. طب طارق بعد القرار الصعب ده، لان فعلا القرار المره دي كان صارم، هو يعني اتقال اكتر من مره ان المهرجانات هتبدا تقل وهنمنعها وكده، لكن احنا شايفين ان خلال الاسبوع والاسبوعين دول فعلا القرار صارم وفعلا بيتنفذ. تفتكر ان ده هيستمر ولا ممكن نتراجع شويه ونبدا ان احنا نعمله بشكل تاني مثلا؟ والله هو احنا بنتمنى ان سياده النقيب الاستاذ هاني شاكر يحط في عين الاعتبار ان في ناس فيهم بتغني. بس ما هو القرار الصارم زي ما بيقول لك الحسنه بتخص والسيئه بتعم. هو القرار طالع للكل. تمام؟ تمام. بس في ناس منهم، ما هو اي قرار بيبقى في ناس متضرره منه. ففي ناس فعلا متضرره من القرار، اللي هي الناس اللي بتغني.
بس انت ليه لجأت في وانت راجل بتغني كويس، ليه لجأت في غناك انك تروح للمنطقه دي للستايل ده؟ لان هو نقى ايه؟ نقى النجاح السريع. لا احنا تعبنا عشان نطلع يا جماعه، يعني احنا ما طلعناش في يوم وليله والموضوع كان سهل. انا عارفه ان انت محامي. اه لا احكي لي بقى، يعني هنرجع كده فلاش باك شويه، احكي لي محامي مطرب شعبي يعني ازاي؟ محامي ده يعني محامي ده بيبقى حد كده اللي هو انا يعني انا اتشرف ان انا اكون محامي لصالح حقوق جامعه القاهره عشان لسه ما انتهنتش مهنه المحامي. العيله، احنا صعايده لازم تطلع تاخد شهادتك. ده مبدا عندنا في مش العيله. مش اي شهاده. لا كل اخواتي كده كلهم بقى الدكاتره فانت لازم تاخد شهادتك الاول واعمل اللي انت عايزه. فده قرار صارم. بس ده فكر كويس. لا ده قرار صارم. ولاد او بنات احنا لازم ناخد الشهاده الاول وبعد كده هو الجا بقى للي انت عايز تلجا له. اكيد ثقافتك ودراستك هتخليك تلجا لشيء كويس. ما تنحضرش لاي حاجه مش كويسه. ففعلا خلصت دراسه ودخلت كليه حقوق وخلصت، وانا في الكليه كمان غنيت من وانا في سنه اولى. انا غنيت، عملت وادي في سنه اولى الكليه. واخويا محمد عبد الحليم بقى هو اللي كان الداعم. يعني يا وادي كانت في اولى كليه؟ كنت في اولى كليه. فاخويا كان ورايا قال لي انا هساعدك يعني بكل ما اوتيت من قوه يعني. وعملنا البوم يا واد يا واد وكان نازل على يعني حصر الدنيا. يعني احنا كان عندنا شركه انتاج بتاعتنا وزارة موجوده، بس الهدف من الموضوع ان هو ايه؟ انا اخوه وهو شغال مع مطربين كبار، والمطربين كلها بتقول لي غني يا طارق ازاي بتغني، ومطربين اسمائهم سميره سعيد استاذه طبعا، استاذ صابر الرباعي بتاع، انت بتغنيش ليه يا ابني؟ انت صوتك كويس. عشان انا اخوه بعدني عن الموضوع لحد ما اداني البوشنج وربنا كرمني ودخلت في الموضوع. ويا وادي وادي كانت نازله على اساس ان اللي ايه نعمل له شريط بقى ونخلص منه. عمال يرغي كتير قوي بقى وبتاع. فننزل بالالبوم بتاعه نشوف هيعمل ايه. سبحان الله الالبوم نزل كسر الدنيا الحمد لله. طب انا كمان ممكن اقول لك غني يا طارق؟ طبعا ممكن اغني. غني يلا بينا بقى، عايزين حاجه كده على ذوقك. بهيه وعيون بهية كل الحكاية، عيون بهية بهية وعيون بهية كل الحكاية، عيون بهية ويا بهية خبريني مالهم بيك اللايمين، ده عيونك يا صبية بالحب مليانين، كل مجاريح الهوى بيقولوا هي باهية، كل عشاق الهوى ظالمين باهية باهية، ظلموا البنية يا عيني وكل الحكاية كل الرواية عيون بهية. الله بجد صوت جميل. واحلى حاجة ان انت يعني لا يعني الناس اللي بتبقى فعلا عارفة تغني وفعلا بتبقى عارفة العرب الموضوع بيختلف تماما، غير ان انا اعلي الميوزك وابدأ اقول كلام مفهوم بقى مش مفهوم مش القصة. بص هقول لك حاجة، احنا بدأنا ازاي؟ احنا بدأنا بلازم عشان تغني تبقى عضو نقابة مهن موسيقية، ولازم تعدي على المصنفات الفنية، ولازم تاخد إجازة من الإذاعة والتلفزيون، لجنة الإذاعة والتلفزيون. عديت على دول، عديت منهم تغني. إذا أنت مصرح ليك. احنا طبعا دولة مؤسسات، طالما الحاجات دي كلها أنت عديتها أنت غني وأنت معاك رخصة سليمة وأحقية إنك تغني وفي أي مكان و طالما دول في ناس كتير ما عدتش عليهم فهو بيغني هو هاوي. بالظبط هو هاوي هو راجل بس الموضوع ان دلوقتي بقت الهوايه بقى محترف، الهاوي بقى محترف. دي المشكله بقى. المشكله كمان يا طارق في الجيل الصغير زي ما انت قلت بيرددوا مش ممكن، يعني انا بشوف والله فيديوز كده على السوشيال ميديا انا كمان بتفرج، لا ولاد صغيرين 4 سنين و5 سنين انا مش عندي ممكن. في البيت جمانه ومالك حافظين يا لهوي بقعد اسمع كلام بقى اقول له بابا انت اي حاجات أي بقى حبيبتي انت سمعت الكلام ده فين؟ تقول له بابا في على الموبايل. اقول لها موبايل جبتيه منين؟ ما من وريني الموبايل. والله انا اتعلمت حاجات كتير من بنتي. اقعد اتفرج عليها على الموبايل بتعمل ايه؟
ايه بنت السايد ده، ايه الموقع ده، ده بينزل اغاني مهرجانات، ده بينزل مش عارف ايه، وحافظين على ظهر قلب يعني، عارفه يعني. فقلت لهم احنا كده بنضرب جيل. بالظبط. انا كل دماغي بقى ان احنا دلوقتي احنا في منطقه ان الجيل ده بجد في اسماء كتير جدا مش عايز اذكر اسماء ما يعرفوهاش، مش في دماغه. الحياه بقت اسماء ناس كده بقى كلها توابل، فلان وعلان ومش عارف، حاجه بقت صعبه، وعارفه وعارفه وعارفه، او حافظين مش حافظين. ممكن. بابا طب ازاي انت بتفكري في ان ده كمان 10 سنين او 15 سنه هيقول لك يا الاستاذ فلان الفلاني دوت بسمعه من زمان؟ طبعا ده هيبقى الموروث. بس او خلي بالك اللي بيطلع بسرعه بيطلع بسرعه من غير بيز او من غير اساس بينزل بسرعه. ما انت بتتكلمي في ناس كتير قوي طالعه، ما هو كل يوم بيطلعوا، كل يوم كل يوم في حاجات بتطلع. انا بكلمك في ان كمان طب العيب شويه على مين؟ العيب على اهلا بيك معانا في خطوات. العيب مش عليا انا اكيد. لا لا بجد، هو العيب على مين؟ العيب على مين؟ ان احنا كل 3 دقايق. انا مبسوط دلوقتي ان ابتدى في تفعيل للقرارات. يعني استاذ هاني شاكر انا بحييه جدا. مع التحفظ على ان في اصوات جيده في الناس اللي بتغني المهرجانات دي المفروض تغني. طب طارق الاصوات دي تعمل ايه حاليا؟ يعني انا دلوقتي عايزاك توجه رساله للاصوات ان شايفه نفسها مظلومه. ابدا قول لنقابه المهن الموسيقيه وللشعب كله ولكل الناس اللي رافضه الغنى اللي بنسميه مهرجانات، مش رافضينه كمهرجانات، لا رافضين ما يقدم داخل الغنوه. قدم نفسك بغنوه كويسه، كلام كويس، ما ترتبطش بتنت اللحن اللي هي موجوده. كل اغاني المهرجانات انا اسف ثلاث ارباع الالحان او 90% منها هم لحنين ثلاثه. حاولوا تجودوا، حاولوا تعملوا حاجه جديده. لا وكمان بياخدوا الحان من اغاني كبيره. ما هو انت عملت ايه؟ الفن ايه؟ ان انا اقدم شيء جديد. انا النهارده لما بقول يا واد يا واد انا واثق ان ما فيش حد قبليه غناها ولا بعديه هيغنيها. بالزبط. يعني اللحن ابني حاجه مني. من الملحن اللي انا باديه بصوته. انت لما تاخد اغنيه بتاعت حد تاني وتغنيها وتنجح بيها، احساسك ايه قدام نفسك؟ انت ما عملتش حاجه. ايه اللي قدمته في الفن؟ ولا حاجه. فانت يعني انا بتكلم في بعد كده، النجاح اللحظي ده يا جماعه ده مشكله. مشكله لاي مطرب بينجح نجاح لحظي. احنا عندنا سقف في النجاح. لما تنجح نجاح 100% انا بالنسبه لي ده مخيف. ليه؟ لانك نوي تنجح 120%. انت جبت سقف النجاح. عملت اغنيه عملت فرقعت. وعندنا من الاشباه الاغاني دي، مش الاغاني دي، اي مطرب عمل اغنيه كسرت الدنيا 100% ما عملش بعديها اغنيه نحب النجاح دوت. دي مشكله بالنسبه له. انا عايز المطرب اللي ينجح 60% و50% يبقى عنده طموح 70% وينزل ل 60. ما حدش بيقول انه نجح على طول. طب ما تيجي نسمع حاجه تاني بقى من اغاني طارق. نعمل ايه بقى؟ نقول ايه؟ يلا بينا نقول قشطه. يلا بينا نقول قشطه. حب وغرام، واحب اقول له بحبه كله.
كان قشطة تلات قشطة قشطة يا أحلى من القشطة من العسل شاربة والرموش حاربة قشطتين قشطة هيصة كده وانت قاعد. امال بقى لو فرقه وحاجات كده الدنيا بقى خالص بقى ايه الجديد بقى عندك يا طارق؟ والله شغال في اغنيتين, اغنيه دراما واغنيه دراما واغنيه كمان بقى هيصة هتعجب الناس زي قشطه كده بس إيه حاجه بقى بشكل تاني. طب احنا مش حاجه كده اكسكلوسيف كده الخطوات؟ اقول لك ايه, من الدراما ولا اقول لك من ال احنا هنقول من دي وناخد دراسه من دي الشركه ما بيعرفش. هنستاذن هنستاذن الشركه بس عايزين حاجه كده اكسكلوسيف بقى الخطوات النهارده. تقول لنا الدراما. تي لا بجرحك ولا زيلك بس اللي انت عملته كتير هريحك وهقولك بدل ما تتعب من التفكير. لا بجرحك ولا زيلك بس اللي انت عملته كتير هريحك وهقولك بدل ما تتعب من التفكير. الدور عليك تبكي بدل الدموع دم, الدور عليك تشكي من الجراح والهم, الدور عليك تحكي للناس حكاية ظلم. الدور عليك وهج الأوان تندم على اللي عملته فيا أيام زمان لما افتريت وغدرت بيا ومشيت وسبت ساعتها دمعي يهين عينيا قدام عينيك عينيك عينيك. بس الكلام عميق طبعا, بتقعد كتير عشان خاطر تختار حاجه وتاخد حاجه. اه والله بيطلع عني ما بهزر الكلام. عشان يوصل للناس لازم اكون انا حاسه. والشعراء بدنك يعني انا بتعب الشعراء والملحنين طبعا بقى اتغير في الكلمه دي اسمع واسمع 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 لحد ما اجي على غنوة بقى خلاص اخترت ديت نقعد نشتغل عليها تاني. بتختارها ازاي يا طارق؟ بتحس ان انت حاسسها يعني؟ اقعد الغنوة طالما انا اخدتها وقعدت اغنيها في البيت مره واثنين وثلاثه وحفظتها خلاص. انا مش من عادتي اسمع ناس كتير, مراتي واولادي واداره اعمالي الناس المحاطين بيا اللي هم الكرو اللي حواليك اللي انت بتثق في رايه. لان هم كمان ما هموش فنانين بس خلاص عرفوا ستايلك. ولا وانا غنى بالنسبه لي هي اول وان شوتنج يعني اول ما حد يسمعها عجبته مرت عليه مرور الكرام الغنى دي انتهت بالنسبه لي. حتى لو عجبني انا يعني انا ما يعني مش ديكتاتور في رايي. لا لا ممكن اغير بس لو حاجه انا حاسسها قوي ممكن اغنيها لنفسي عشان انا عايزها. لكن لو حاجه يعني عاجبه الناس اوكي هي دي اللي بنشتغل عليها. الجواز بقى في حياه طارق عبد الحليم اضاف له ايه حلو؟ كل حاجه جميله. شفت انا بدات بحلو. طبعا لا الجواز ده حاجه ممتعه جدا جدا. ويعني لما بتكوني يعني اتجوزتي حد بتحبيه. دايما بيقول لك مرات الفنان بتبقى عايشه دايما في ارهاق وطول الليل بيبقى مشغول بيسجل يعني عنده شغل. تمام. يعني احكي لي كده بقى عن حياتك الخاصه. انا مراتي اقول لك حاجه, كانت معايا في الكليه. حب قديم بقى. كنت انا بقى خلاص انا خلصت كليه وكنت بتردد على الكليه كده لاصحابي يعني اللي بقى اللي مريحوش وبتاع احنا كده شله كده عايز تلحق الاجيال. بلحقه. فكانت هي لسه داخله الكليه واتعرفت عليها وفيينا دي حد بيحبني قوي, حد عاقل. هي عاقله ست طبعا وبتغير وكل التركيبات موجوده بس عاقله وهاديه وبتحبني جدا بشراسه. اوكي ما شاء الله. وانا ابتديت بقى وانا ابتديت بقى ايه افهم دوت فاتعامل معاها على هذا الاساس. ما بقتش اعمل حاجه تضايقها يعني اي شيء هي يضايقها ما يعني زي ما بصي اقول لك حاجه انا بعتبر ان هو موضوع ايه شراكه. انا ما بحبهاش تضايقني
فبالتالي ما ضايقهاش. والله الله عليك الله عليك، عشان دايما نسمع طب شغلي، طب اعمل ايه؟ لا شغلي كله موجود يعني وكل حاجه. طب اعمل المعجبين المعجبات. بتشوف عينيها ما فيش مشكله، بس تعالي معايا تصوير. بس حاول تعمل حدود. في حدود، هي مالهاش علاقه بحاجه خالص. يعني انت لو انا في مكان عام او بصور او حاجه ما تعرفيش ان دي مراتي. ما بتظهرش، مش بتحبش الظهور كده، بس قاعده موجوده جميلة. هي طيبه وفاهمه شغلي عامل ازاي وبتاع، وانا بقدر الامكان ما بحبش اضايقها. وانا بصفه عامه مش حاجه يعني، الحمد لله ماشي سليم، فما بقلقش ما بس. لكن الجواز ده شيء مهم جدا، واهم حاجه كمان الاولاد. الاولاد طبعا دول قصه ثانيه. طب بوبي بقى بيغني واغاني ايه بقى؟ خالص ما بقولش البيت خالص، بقولك بيسمعوا مهرجانات بس. يعني بوبي مش موجود معانا في البيت. يا ابني اسمع يا ابني، اقعد اغني الغنوه الجديده وبتاع. عندي مالك بقى دوت ما شاء الله 5 سنين ملوكه، سمعت حاجه. في حد صوته حلو؟ جومانا بس بتحب تغني غربي، ما بتغنيش. بس برضو واحد صوتها حلو. بتغني كويس. فطب يا مالك اسمعك حاجه لبابي؟ طب قول. مش عايزني اكسفك يا بابا. ارغي. عارف الجو ده؟ اغني وبتاع، اقول له انت عايز سمعني بقى ايه لبابي؟ يقول لا سيبك بقى، سمعك حاجه ثانيه. سمعني يا لوكا. يدخلوا بقى على ال ايه يا ابني؟ ابني حبيبي عيب كده. انت ايه؟ انت مين لك؟ انت معايا ولا معايا التانيين؟ انت معايا ولا معاهم؟ الجيل فظيع خلاص. بص عايز اقول لك على حاجه، من كتر انتشار الاغاني والمهرجانات والتنطيط خلاص، الناس بقت هي الكبار بتسمع الصغيرين اتبرمجت. انا عايز كذا، انا عايزه كذا، ما بقاش في بقى حته الذوق ونقعد نسمع الاغنيه سوا. لا بقول لك حاجه، اندثار الفن ده هتبقى وقعه سودا. يعني انا اسف ان ما بيبقاش عندنا غير عمرو دياب طبعا، الهضبه يعني ربنا يبارك فيه. بس دي مشكله. لما الواحد يسافر في الصيف يروح اي منطقه سياحيه، الساحل ولا 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 ولا، الحقيقه اول تايم مهرجانات. لا اعتقد بقى الفتره اللي جايه بعد ما تنشط بس اغنيه لعمرو ولا وبتبقى ايه ده يعني، لما يكون في حفله ده يعني بيبقى ثوره، حاجه مهوله. عمرو دياب تمام طبعا، انا طبعا كل حد وله ستايله حلو، له ستايله جميل وكل حاجه، بس بتكلم في ان ثلاث ارباع الموضوع بقى يعني. لا لازم كان تدخل، انا فعلا انا موافق جدا على التدخل اللي حصل من النقابه، بس انا عايز صرامه في تنفيذ القرار. بس صرامه في تنفيذ القرار، والصالح منهم يتواجد والطالح يطلع بره. مفيش نقاش ده في اي حاجه. صحيح. اي واحد في شغلانته كويس يستمر، اللي وبعدين الكويس ده قادر يخش لجنه وقادر يمتحن وقادر ينجح في النقابه، وقادر الراجل لو عايز يطلع على التلفزيون اي قناه يطلع باجازه. انا موافق. نمشي رولز، في قواعد. طالما ماشي صح. بس انا موافق. خلاص. لكن الدنيا تبقى ماشيه كده بقى لحم حرام. طارق نورتنا. يا رب يخليك. ومن احلى الفقرات. اشكرك. والقعده معاك حلوه يعني، انا مش حاسه ان انا حاسه ان احنا قاعدين مع بعض. والله انت كمان طبعا بشكر قناه النهار واحلى برنامج في انت الدنيا. انت نورت النهار ونورت خطوات. تسلم. الله يحفظك. ربنا يخليك. من احلى الفقرات اللي انا عملتها طارق عبد الحليم. يا جماعه الفن الشعبي والفن كده الجميل والصوت الحلو والطرب، وان انا ابقى قاعده مبسوطه من كلام ومن اغاني ومن شخص وحاجه كده قيمه وقامه، لا بتفرق بجد بجد يعني. ان شاء الله باذن الله بعد قرار النقاب وان شاء الله تبقى الدنيا احسن. وبقول لكل مغني، وطارق قال لكل مغني، يا جماعه حاسس صوتك حلو روح تاني، قدم تاني، خد الطريق الصح التاني، اكيد هتلاقي فرصه، اكيد 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 هتلاقي اللي يقف جنبك. هنروح لفاصل ونرجع لفقره تانيه من فقرات خطوات. فاصل وانا واصل. اتكلمنا كتير عن النيو لوك، عن ان انا اخلي شكلي حلو، اتكلمنا عن ان المظهر الخارجي بيديني بوزيتيف انرجي او بيديني طاقه ايجابيه. اول ما ندخل على النت نبدا نكتب ستايل او نكتب انا عايزه اغير شكلي، تظهر لنا كلمه فاشينيستا. نبقى فاشينيستا يعني هتساعدني في ايه؟ هتساعدني ان انا البس، هتساعدني ان انا احط ميك اب، هتساعدني ان انا بعرف انقي الالوان، ولا الفاشينيستا دي حد اصلا شكله حلو؟ فعايزين نعرف الكلمة فعلا انتشرت كتير، فعايزين نعرف احنا ممكن نستفيد من الفاشينيستا في حياتنا ازاي. عشان كده منورنا في الاستوديو النهارده فاشينيستا جميلة من الموجودين معانا على الساحة، بسنت مصطفى، هتتكلم معانا عن كل ما يخص الصبايا في خطوات.
ازيك يا بسند؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. آه كلمه فاشينيستا كلمه طبعا بتتردد كتير، اول ما نفتح الفيسبوك نفتح الانستا اي حاجه نلاقي كلمه الفاشينيستا، قولي لنا بقى يعني ايه؟ الفاشينيستا دي شخص بيعمل لبس بنفسه بذوقه الخاص، كلمة من اخر التسعينات ل2000، وهي ظهرت على بنت اسمها كيارا فيرجاني، دي اول واحدة طلعت كلمة فاشونيستا وظهرت وخلتها العالم كله يعرفها في 2007. فاشونيستا يعني انا بلبس بذوقي الخاص بشكلي يعني برتب لبسي بنفسي. طب دلوقتي انت بتقولي لي ان انا اعرف البس، طيب انت ازاي عرفتي او حسيتي نفسك ان انت عارفه اصلا تنسقي او تلبسي؟ انا حسيت ان انا يعني اللبس بيبقى حسب جسم كل حد، بيبقى مظبوط عليا تناسق الالوان. مثلا انا ممكن البس بالليل بنطلون جلد مثلا على مثلا توب، الجلد ده ما ينفعش البسه بالليل. انت ممكن تظبطيه؟ اظبطه. وفي حاجات برضو معينه زي الجينز مثلا ما ينفعش البس عليه مثلا يكون جينز في حاجه مشغول مثلا البس عليه مثلا تي شيرت يبقى فيه مثلا ورد فلورز حاجات يعني كده. يعني انت بتحاولي تنسقي بحيث يبقى اللوك كله حلو. تمام. طيب بس انت احنا دلوقتي شايفين ان الفضي والذهبي السيلفر والجولد اكتساح، ميك اب لبس، انا شويه هيعملوا في الشعر. تمام. فدلوقتي انا عايزه اعرف ازاي استخدم السيرفر والجولد في حياتي بشكل حلو، قولي لي. تمام. بستخدم مثلا في الميك اب عامه، في الهايلايتر وكده، وفي اللبس طبعا ما بيبقاش الحاجات الاوفر يعني. الصبح ليها حاجات ممكن مثلا زي ما انا دلوقتي لابسه دلوقتي حزام جولد، فبلبسه مثلا بالليل ما ينفعش البسه مثلا الصبح. يعني انا بوظف الجولد او السيلفر حسب الوقت بتاع اليوم. تمام. وممكن تبقى حاجه بسيطه، لو مثلا الصبح مش لازم البسه حاجه اوفر يعني، لازم حاجه تبقى سيمبل اكتر. اكسسوارز الشنط في كده مثلا؟ تمام. اكسسوارز وكده تمام، وتبقى في الساعه كده يعني، تبقى حاجه يعني سيمبل. لكن بالليل ممكن لو انا مثلا رايحه فرح حاجه مثلا محتاج ان يبقى شكلي اكتر احلى بالليل، بيبقى احسن ان انا البس جولد سيلفر كده يعني. طيب بالنسبه بقى للون البشره، طبعا البيضة غير السمراء، غير السمراء جدا. تمام. عايزين نمشي على مود، على الموضه كلنا. تمام. سواء البيضة او السمراء، فانا دلوقتي عايزه اعرف منك 2020، طيب السمراء ايه اكتر حاجه تليق عليها وتبقى على الموضه، والبيضه وبرده القمحيه شويه؟ انا من رايي عشان قمحويه شويه، فانا من رايي ان انا بميل للالوان يعني الفاتحه اللي بتفتحني. فانا بحب يعني البنت لما تكون قمحويه او سمراء تلبس الحاجات اللي تفتحها، ما تلبسش. طب ايه الحاجات اللي تفتح البنت السمراء؟ الاوف وايت، الالوان الكشميرات الجديده اللي نازله، اللي هو البادي روز والحاجات السيمبل. تمام. دي الحاجات اللي تبقى تفتحيها، ما تلبسي يعني البلاك والحاجات دي ما تبقاش. وساعات بتلاقي على فكره على برضو الناس قمحويه والناس البيضه بقى تلبس برضو حاجات يعني غامقه شويه كده يعني. بتيجي بقى ننتقل مع بعض كده للمناسبات. تمام. لو انا مثلا رايحه الشغل الصبح. تمام. دايما يقول لك البس فورمال، انا مش عايزه البس بدله، فممكن البس ايه فورمال تاني يبقى لطيف وفي نفس الوقت ابقى ماشيه تبع يعني الجو اللي انا فيه؟ ممكن البس شميز مع جينز. تمام. والبس مثلا هيلز مثلا، حاجه بسيطه ما تكونش عاليه. ما تكونش عاليه، وكمان الميك اب حتى بتاع الصبح يبقى سيمبل، ما يبقاش مثلا ميك اب يعني كتير. انا بشوف ان الميك اب كل ما يكون سيمبل حتى بالليل حتى الصبح بيكون بنت بتظهر بجميل اكتر يعني، بتبقى احلى بكتير من الميك اب الكتير يعني. بصي برضو في حاجه يعني دايما بتجيلنا اسئله عليها على البيج، دايما يقول لك انا مش عارفه ابريمي ديدا او بعد الظهر اللي هو 7 8 9، انا عندي سهره، عندي عيد ميلاد، البس ايه يعني؟ البس سواري ولا يعني قولي لنا كده، لو انا عندي مناسبه حتى دلوقتي الافراح بقت تعتبر ابريمي دي يعني، اللي هو مثلا من الساعه 2 للساعه 7 8، فانا عايزه اعرف البس ايه من دولابي ينفعني وفي نفس الوقت احس ان انا بعد الظهر او ان انا غيرت المود بتاع اليوم. تمام. ممكن البس حاجه تبقى
سيمي فورمال يعني مش يعني مش سواري قوي. لو انا مثلا خارجه من الساعه مثلا 2 وكده حاجه تبقى مثلا حاجه بسيطه فيها تبقى مثلا ستراس تبقى حاجه كده يعني لو انا حاسه ان مش مخليهاش اوفر يعني خليها حاجه كده تبقى سيمبل يعني سيمبل وفي نفس الوقت يبقى برضو فيها الالوان اللي هي سيلفر زي ما قلتي او جولد او الحاجات اللي هي برضو بتبقى جلوي كده شويه فمبين ان احنا متغيرين. انا عامه شخصيا ما بحبش الحاجات الجلو قوي بحب الحاجات الهاديه الرقيقه بتبين اكتر احلى يعني. تمام. طب بصي قبل ما اختم بقى فقرتي معاكي قولي لنا انا دلوقتي عايزه ابقى بنت على مود وفي نفس الوقت ابقى شيك وجميله فانا عايزاكي بقى بما ان انت متخصصه بقى في الفاشن وفي اللبس قولي لنا بقى نصيحه كده لكل بنت اعمل ايه عشان ابقى حلوه. هو انا من رايي صراحه كل ما تكوني طبيعيه اكتر كل ما تكوني جميله. يعني كل ما الواحد يحاول يلعب في نفسه شكله كده ولبسه بيبقى اوفر بيبقى صراحه مش حلو. كل ما بيبقى انسان كده سامبل وطبيعي كده بيبقى اجمل بكتير يعني على طبيعته يعني. انا ده من رايي صراحه يعني بصراحه وانا كمان بضم رايي لرايك. نورتيني وشرفتيني بسنت فاشينيستا جميله ورقيقه وفعلا قالت كلمة من الآخر يعني قالت عشان تبقى حلوة لازم تبقى طبيعي فإحنا عشان نبقى طبيعيين دي حاجة جميلة ودي حاجة بتفيدنا وبتخلينا إن إحنا ألذ كده. استمتعت معاكم النهاردة في خطوات وإن شاء الله هنكون مع بعض في حلقات تانية. إلى اللقاء.